السلام عليكم. وزير الأمن الإيراني نفذنا عملية ناجحة ضد إسرائيل في الأشهر الأخيرة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. كشف وزير الأمن والاستخبارات في إيران إسماعيل خطيب عن عملية إيرانية ناجحة ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة. وقال إسماعيل خطيب: خلال الأشهر الأخيرة وبالإضافة إلى مواجهة مؤامرات الكيان الصهيوني، تمكننا أيضا من تنفيذ عدد من العمليات الناجحة ضد هذا الكيان، وهذا يظهر القوة الأمنية للجمهورية الإسلامية وقوات الأمن الإيرانية، إلا أنه لم يكشف طبيعة هذه العملية. وأشار خطيب إلى مؤامرات إسرائيل والجماعات الإرهابية ضد إيران ونجاح أجهزة الأمن الإيرانية في صد تلك الخطوط ومواجهتها، وأضاف: أعداء إيران لم يستطيعوا استغلال المطالب الشعبية المحقة وتحويلها إلى احتجاجات رغم مساعيهم بهذا الصدد، وذلك بسبب السياسة الشعبية التي اتخذتها الحكومة واهتمامها بالشارع ومواطن المواطنين. كما حذر وزير الأمن الإيراني من أن أي دولة تحتوي وكرا يستهدف أمن بلاده عليها أن تعلم بأنها لن تكون في مأمن من الرد الإيراني. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.